احنا بنطلب حقنا، ما بنطلبش اكتر من حقنا. احنا ما بنكره اليهود ونخاف اليهود لانهم يهود، اليهود اهل دين واحنا اهل دين، احنا بنحب كل اهل الاديان. اخويا هذا اللي من امي وابويا اللي دينه مسلم، اذا اخذ بيتي وطردني منه انا بقاتل، انا بقاتل اخويا، بقاتل ابن عمي اذا اخذ ارضي وبيتي وطردني. فلما اليهود ياخذ ارضي وبيتي وطردني منها كمان انا مستعد اقاتل. انا ما بقاتل امريكا ولا بريطانيا ولا دول اخرى، انا كل الناس معهم بسلام، بحب كل الناس وبحب الخير لكل الناس، كمان بحب الخير لليهود. واليهود عاشوا معنا طول حياتهم، عمرنا ما اعتدينا عليهم، عمرنا ما اسالنا لهم، يعني وصلوا الى مراتب عليا من الوزارات والحكم والاغنى، مين اللي بيعتد عليهم؟ احنا ما بنكره اليهود لكن نقول لليهود اعطونا حقهم بس. أنا أعتبر كما المسجد الأقصى المبارك محتل ومدنس من قبل الحكومة الإسرائيلية، فإن المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف محتلان من قبل آل سعود، وعليه أنا أطالب به ليس زوال الاحتلال الإسرائيلي عن المسجد الأقصى، إنما بزوال الاحتلال السعودي عن أرض الحجاز كلها وعن معمولا كسي كيف شهيد مش شما چند ساعت ازش فیلم هم گرفتید خوشحال میشی که حد اقل یه چیز دارید ازش نه اتفاقا من داشتم به وحید میگفتم گفتم عمو مهدی خیلی خوبه شهید بشه ولی چند سال بعد شهید بشه که چند سال بعد چند سال دیگه اون موقعی که به من بگو چند سال اصلا پنج سال پنج سال اسرائیل نبود نه اسرائیل نبود نیست ریاض سعودی آمریکا سعودی أمريكا دست ترامب إن شاء الله. أقول بأن الشهيد القائد سليماني الذي أمضى حياته من أجل دعم المقاومة وإسنادها وهو على رأس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، أقول الذي مضى عليه إنه إذن شهيد القدس، شهيد القدس. كل جهده ماذا ينصب في الحقد على الإسلام والعرب لأنهم أسقطوا دولة المجوسية عبدة النار وأطفأوا النار، أطفأوا نار المجوس. لا تغتروا بهم، ترى ما عندهم إلا الكفر الصراح والشرك الأكبر والعداوة للإسلام وأهله والخدمة لأعداء الملة من الصهاينة ومن الأرثوذكس النصارى ومن الوثنيين ومن الملاحدة والزنادقة. كل الطوائف اللي غزت الأمة جاءت على ظهور الرافضة، اعرفوا التاريخ لا تنسون، على ظهور الرافضة ركبوا هم حميد، فهم ومن يتعاون معهم ومن يحسن الظن بهم كلهم خائبون خاسرون، وسينتقم الله منهم على رؤوس الأشهاد لأنهم منافقون نفاقا اعتقاديا. لا تغترون هؤلاء، لا تحسنون الظن فيهم، ترى إحسان الظن فيهم كبيرة من كبائر الذنوب، وسيلة من وسائل النفاق والردة عن الإسلام. والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ما جاءوا الإسلام بخير، والله ما جاءوا الإسلام إلا بالشر والفتن، والله الذي لا إله غيره إنهم حرب على الإسلام ليل نهار، وأنهم يكيدون للإسلام بكل وسيلة، وأنهم لن يتركوا أحد يقول ربي الله صادقا وهم يقدرون على قتله. كل فتنة في العالم الإسلامي وفيها انتهاك حرمات وسفك دماء وتشويه للدين وصد العالم عنه، ابحثوا تجدون المجوسية الكسروية وراءه بطريقة أو أخرى، أي فتنة هم وراءه، فهم نواب الشيطان
وأخبث، والله الذي لا إله غيره إنهم أخبث من اليهود، لأنهم يكيدون للإسلام من داخل وباسمه. تاريخ مليء بالدماء، تاريخ مليء بالفتن، تاريخ مليء بالشر، ما طعن الإسلام ودولة الإسلام إلا هم. ولا أوقف جيوش الإسلام والله الذي لا إله غيره إلا هم. اصحب أفيكم، لا تحسنون الظن، لا تمترون، وبلغوا جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إن أعداء الملة هم المجوسية الكسروية، هم المجوسية الكسروية، هم حكام إيران وثورة الخميني. هو الذي جاء بالفتنة والشر، هذه الثورة جاءت بالشر على الإسلام وأهله، فرقت المسلمين وسفكت الدماء وهلكت الحرب والنزح. وكما قلت لكم، أي فتنة في العالم الإسلامي منذ أكثر من 30 سنة ابحثوا تجدون الرافضة المجوسية البزروية وراءه أعداء. أي طائفة ضالة منتسبة للإسلام تجدونهم أساتذتهم هؤلاء المجوس البزروية، هم الذين صنعوهم، وهم الذين جعلوا لهم خطط، وهم الذين جعلوهم شوكة في الإسلام. ويزعمون محاربونهم، لا والله ما تحاربون، أنتم وإياهم سواء. تأملوا، هذا أمر لا بد من عقله وفهمه. كفى 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 العمى، كفى الجهل، يكفي. عودوا لإسلامكم وافهموا دينكم على الحق، واعرفوا من خصومكم، وكل من سار في فلكهم أو وضع يده في أيديهم باسم الدعوة وباسم الإسلام وباسم الجهاد، اتهموه في دينه ولا تبالوا، واحذروه وتقربوا إلى الله بالحذر منه. لا تقول هذا سني، لا، هذا مجوسي كشرو، هذا عميل، هذا صنيع لهم، هذا فرقة من فرقهم التي صنعوها وزرعوها في قلب العالم الإسلامي. فهذا الكلام استودعكم إياه ويشهد الله عليكم أن تعقلوه وتفهموه، وأن تبلغوه لمن لم يبلغه، وأن تنشروه في كل مكان.